عمر، مساء الخير وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا مصطفى بيه وكل سنه وانت طيب. احنا بنتكلم على الصعيد وزياره الرئيس للصعيد، وانت يعني نائب رئيس جامعه اسيوط، والرئيس زار اسيوط في هذا الوقت وتحدث بكل صراحه ووضوح عن رؤيته للصعيد وللتنميه في الصعيد، كيف رايت ذلك؟ في الحقيقة يا أستاذ مصطفى، في البداية لازم أن أنا أؤكد على كلام حضرتك فيما يتعلق بالتنمية التي تتم في كل المجالات وفي كافة النواحي بما يتماشى مع الرؤية المصرية 2030. ويجب أن يعلم الجميع أن بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 وبعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة في جمهورية مصر العربية 7 سنوات، لم نرى إنجازات طوال السنوات الماضية كما حدث في هذه السنوات فيما يتعلق بالجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو بمقوماتها وركائزها الجديدة، مقومات سياسية جديدة، مقومات اقتصادية، مقومات اجتماعية، مقومات ثقافية تتعلق بالحفاظ على الهوية الثقافية نفسها. لما أجي أخذ كل مقوم من المقومات وأربطه بمسألة الصعيد، لو جينا على سبيل المثال حضرتك فيما يتعلق بالمقومات السياسية، لم يحدث تمكين للمرأة ولا للشباب كما حدث في هذه السنوات الأخيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندما نتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والمقومات الاجتماعية وأن نضمن حياة كريمة لكل الشعب المصري، لم يحدث على مستوى العالم مشروع ومبادرة كما حدث بالنسبة لمبادرة حياة كريمة. لم ينظر على مدار السنوات الطويلة الماضية أحد للصعيد، ولدرجة أنني كتبت في الأهرام مقال بعنوان نهاية عصر نسيان الصعيد، لأن بالفعل انتهى عصر نسيان الصعيد فيما يتعلق بأسبوع الصعيد. تخيل حضرتك أن السيد رئيس الجمهورية يبقى أسبوعا كاملا في صعيد مصر، يبدأ من أول الصعيد وينتهي بأسوان، كلها مشروعات تنموية في مجال الطاقة والبترول وفي مجال الكهرباء وفي مجال الصرف الصحي وفي مجال الإسكان، في مجال الطاقة الشمسية، في مجالات كثيرة ومتعددة ومتنوعة تضمن توفير آلاف فرص العمل، ليس فقط على فكرة لشباب الصعيد ولكن لكل شباب مصر، لأن التنمية في النهاية يستفيد منها كل المصريين. لم يحدث في التاريخ المصري الحديث ما حدث فيما يتعلق ان رئيس دولة يبقى اسبوعا كاملا في الصعيد، يزور كل مدن الصعيد ويزور قرى الصعيد ويتحاور. ويمكن حضرتك وكل السادة المشاهدين لاحظوا الحوار ولاحظوا حالة النقاء والصفاء بين رئيس وبين شعبه، وحوارات متعددة مع الشعب في أسوان وفي قنا وفي الأقصر وفي أسيوط وفي المنيا وفي صاج وفي كل مكان، تعبر عن حب هذا الرجل الوطني المخلص لشعبه. حتى فيما يتعلق بعديد جدا من المقومات لم يقل السيد الرئيس الجمهورية أي عبارة اعتباطا. عندما يتحدث عن الخطوط الحمراء في كل مكان، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الدول المجاورة أو في أي مكان، فالهدف الأساسي هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، الحفاظ على مقدرات وعلى خيرات الشعب المصري. ولذلك تلاحظ حضرتك في كثير من اللقاءات والمحافل الدولية دائما السيد الرئيس الجمهورية يؤكد بكل شفافية وبكل مصداقية لم نعهدها من قبل، مصداقية وصراحة وشفافية في مكاشفة للحقائق ومكاشفة للتحديات، في حوار جريء مع شعبه كي يعي الشعب المصري جيدا التحديات، وكي يعي هذا الإنجاز الضخم أيضا من المشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى التي تتم في سنوات قليلة على الأرض المصرية. فتنمية. ولذلك أنا يعني إرسالتي لكل الشعب المصري، لكل السادة المشاهدين السامعين، يجب أن احنا نتكاتف جميعا ونتكاتف ونتماسك جميعا ونقف خلف هذه القيادة السياسية المخلصة الوطنية. ولكن الناس تشتكي يا دكتور، الناس تشتكي وتقول أن الأسعار غالية وأنه أوضاعنا بقت صعبة وأنه ما بقاش في طبقة متوسطة وأن كلنا بقينا مسحوقين وأن أسعار الكهرباء وغير وغير وغير.
يجب كيف نرد على ذلك؟ يجب أن نعلم جيدا يا أستاذ مصطفى أن أي إصلاح اقتصادي في أي دولة في العالم مؤكد أن لازم يبقى فيه أثار سلبية، مؤكد أن هيبقى فيه ممكن ارتفاع للأسعار في بعض النقاط زي ما حضرتك قلت بالنسبة للكهرباء. ويجب أن أؤكد أن السيد رئيس الجمهورية نفسه عندما يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ومن بداية هذا الأمر وعندما يتحدث عن التنمية في المجالات المختلفة بما يتماشى مع الرؤية المصرية 2030 دائما يقول أنا عارف أن في عبء على الشعب، في نوعا ما حمل شوية على الشعب، في زيادة في بعض الأسعار، ولكن يجب أن احنا كلنا نتحمل لأن الخير قادم. وأنا متأكد أن هذه التنمية الاقتصادية ستأتي بالخير للشعب المصري في السنوات القادمة، وستنخفض الأسعار، لأن مسألة زيادة الأسعار مؤكد أن فيما بعد مع هذه التنمية الاقتصادية سيقابلها زيادة في الدخول وزيادة في الأجور وزيادة في المرتبات. ولو لاحظت التوازن المهم جداً الذي يتم بين القطاعات الحكومية كلها وبين فتح المجال للقطاع الخاص، لأن التنمية حق لكل مواطن من المواطنين المصريين بغض النظر إذا كان يعمل في قطاع حكومة أو في قطاع خاص. وبالتالي يجب علينا أن نتحمل، مؤكد أنني أقدر معاناة بعض الطبقات في الشارع المصري، أقدر معاناة البعض، وأقدر أن هناك زيادة في الأسعار، ولكن هذه ضريبة الإصلاح الاقتصادي وهذه ضريبة التنمية، ويجب أن نتحمل. يا أستاذ مصطفى، أنا في حوار مع كتير جدا من أصدقاء في الدول العربية جم زاروا مصر في خلال شهرين ثلاثة بس، يعني أقسموا أن في كل مرة بيجدوا تغييرا جذريا في التنمية، في المحاور، في الطرق، في الصناعة، في كل شيء. وبالتالي الدول المجاورة والشعوب المجاورة تشعر بحجم التنمية وإنجازات التنمية التي تتم على الأرض المصرية. وبالتالي يجب علينا أن احنا نتماسك وأن احنا نتكاتف وأن احنا نقف خلف القيادة السياسية، وبإذن الله الخير قادم للجميع بإذن الله. شكرا لك دكتور شحاتة.